مرحبا فيكم في فيديو اليوم اللي حيكون بعنوان أهم تطبيقات طبية لطلاب المجال الصحي وخصوصا طلاب الطب. طبعا ترشيح التطبيقات كان من حيث زيادة عدد التنزيلات والأبديت المستمر للتطبيقات. طبعا تطبيقات اليوم متوفرة على نظامي أندرويد وآي أو إس، يعني الواحد ما يخاف من ناحية عدم توفر التطبيقات، ما عدا تطبيق إم سي كيو أبو بكر. تطبيق ام سي كيو ابو بكر هو التطبيق الوحيد اللي موجود على نظام اندرويد بس. يعني اول تطبيق هو تطبيق استنمن ميديكال ديكشنري او قاموس استنمن الطبي. التطبيق يعتبر افضل من تطبيق ديكت بوكس، يعني هو ديكت بوكس تطبيق برضو قاموس طبي بس باللغه العربيه. استنمن ميديكال ديكشنري باللغه الانجليزيه وافضل يعني من ديكت بوكس من حيث يعني المصطلحات الأكبر في تطبيق سيدمن ديكشنري. لما ندخل على واجهة التطبيق مثلا ونكتب أي كلمة زي كلمة diabetes، مثلا حابة diabetes insipidus أو نوع من أنواع السكر يعني، فشرح المصطلح حيكون باللغة الإنجليزية بس يعني بشكل مبسط. وأفضله زي ما قلت على تطبيق ديكت بوكس لأنه يعني كمية المصطلحات اللي فيه أكبر من ديكت بوكس. ثاني تطبيق هو تطبيق ام سي كيو أبو بكر. طبعا التطبيق يعني تم إنشاؤه بواسطة طلاب مصريين، يعني جزاهم الله كل خير. التطبيق بيتضمن أسئلة اختيار متعدد لجميع المراحل، يعني سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة جميع المراحل، بس يعني على النظام القديم بس أفضل، يعني يعتبر أفضل تطبيق يعني MCQ. بإمكان يعني الشخص يختار المادة مثلا سنة أولى مادة أناتومي. في عدة كتب تم تنزيلها بس أفضل كتاب هو Department Book، مثلا حاب عن الانترودكشن أسئلة، يعني في أسئلة متنوعة، إضافة لأنه نقدر نعمل ستار أو حفظ سؤال معين. مثلا أنا جابت السؤال إجابة خاطئة، يعني أقدر أحدد الإجابة الصحيحة وأعمل سيف للسؤال عشان يعني أقدر أرجع للسؤال مرة ثانية. هنا علمت الستار أو السيف، فيها عدد من الأسئلة اللي سوينا لها سيف. ثالث تطبيق هو تطبيق ويزلت، يعني تطبيق غني عن التعريف. تطبيق ويزلت خاص بالفلاش كاردز أو البطاقات، سواء لإنشاء البطاقات أو مشاركة البطاقات. يعني في عدة مستخدمين بيسووا مشاركة للبطاقات، أو أنا نفسي يعني أقدر أعمل فلاش كاردز يعني أخليها قابلة للمشاركة. يعني فمثلا لو دخلت أنا على البروفايل أو اللايبري هلاحظ إنه عدد الفلاش كاردز اللي أنا سويتها هنا موجودة. يعني مثلا لو اخترت فلاش كارد انا سويته لما كنت بذاكر الميديكال ترمينولوجي، يعني مثلا كلمة مورفو تعني فورم أو ستركشر، يعني كلمة نومو مثلا كوستوم أو لا. بإمكان برضو إضافة الصور في الفلاش كاردز مش بس النصوص. هنا مثلا في خانة البحث أقدر أبحث عن أي نوع من أنواع الفلاش كاردز اللي أنا هحتاجها، مثلا باثولوجي بس خليني أشوف النتائج. في باثولوجي أطلس، يعني images مثلا ischemic injury، شكل ischemic injury و definition وهكذا. يعني رابع تطبيق هو تطبيق سلايد شير، يعني تطبيق بسيط خاص بعرض البرزنتيشن والعروض التقديمية. يعني الشخص بياخد فكرة عن العروض التقديمية اللي في أشخاص سوتها ويعني حابة تشاركها في التطبيق. التطبيق بس كأخذ فكرة عن طريقة عرض البرزنتيشنز، بس التطبيق يعني حيكون مفيد أكثر من ناحية صناعة البرزنتيشن أو تعديل الصور. وتطبيق كانفا برضو تطبيق غني عن التعريف. البرزنتيشن هيعطيني تمبلت او يعني قوالب للعرض التقديمي اللي يعني الواحد يفكر انه يسويه.
تطبيق بسيط ومتنوع من ناحية الصور. يعني خامس تطبيق أو سادس تطبيق وهو ميدسكيب، تطبيق يعني كامل متكامل يخص أي كلينيكال كيس أو حالات طبية أو دراجز أدوية أو حتى أي ميديكال أبديتس أو نيوز موجودة على التطبيق. يعني أغلب استخدام التطبيق كان بخصوص الأدوية، يعني أعرف السايد إفكت والكونترا إنديكيشن لأدوية معينة، حسيت إنه أرمى يعني في نيوز مثلا زي ما ذكرت في كلينيكال كيسز، بس بعد ما الواحد يبحث عن كلينيكال كيس معين. يعني مثلا حابة أتعرف أكثر على المانجمنت للأنجينا مثلا أو الذبحة الصدرية، أنجينا بيكتريس. يعني هنا شارح اوفر فيو كلينيكال بريزنتيشن، يعني كل ما قد يحتاجه يعني طالب تخصص صحي موجود في تطبيق ميدسكيب. سابع تطبيق هو تطبيق تيتش مي اناتومي. تطبيق تيتش مي اناتومي اغلب استفادتي في التطبيق كانت من ناحية الصور، بس بعيدا عن الارتكلز او المقالات. لو مثلا اخترنا السبجكتس، والحلو بالتطبيق انه مقسم الاناتومي لاجزاء. يعني مثلا حابة أتعرف على الأناتومي of the abdomen، جزء يعني حتى الأبدومين متقسم لأجزاء، فشي يعني شي جميل برضو. muscles مثلا of the abdomen، مثلا anterior or the posterior abdominal wall مثلا. زي ما قلت استفادتي كانت من التطبيق غالبا من ناحية الإيمجز أو الصور. الأرتكلز ما بقرأ أرتكلز، يعني بفضل الكتابة الكلية على الأرتكلز معروضة على التطبيق. في كويزز برضو، يعني كويز لكل ارتكل، يعني تطبيق مفيد. طبعا في 3D presentation بس بريميوم، يعني باشتراك، ويعني مزايا المجاني في التطبيق افضل من البريميوم. اخر تطبيق هو تطبيق فول كود. تطبيق فول كود هو يعني لعبة اكثر من كونه تطبيق مفيد. يعني هو بيعرض كلينيكال سيناريو او حاله طبيه معينه، سواء كانت حاله امرجنسي او لا، والاجراءات اللي المفروض انت يعني تاخذها كطبيب او ممرض. يعني مثلا بامكاني اني اختار اي نوع من انواع الكيس او الحالات اللي يعني انا ناوي اشتغل عليها. مثلا مثلا خلينا نختار difficulty sleeping وpalpation. طبعا الانيميشن جميله في التطبيق، اضافه لانه في اي نوع من انواع التست، يعني تطبيق متكامل. يعني حتى في محاكاة يعني صوتية ومحاكاة صورية زي ما انتم شايفين. يعني هنا معلومات عن البيشنت اكتر لو حابة تعرف على المعلومات، الاكزامز اللي مفروض اسويها يعني، هنا كيف اتحكم في الاكسجين والفلويد، او هنا differential diagnosis كيف اشخص الحالة بعيدا عن تشخيص خاطئ. يعني تطبيق يعني جميل واقرب لكونه لعبة يعني. وبس يعني هذه تطبيقات اليوم. أتمنى يعني تشاركونا في التعليقات تطبيقات استخدمتوها برضو وفادتكم، علشان تعم الفائدة. يعني إذا عجبكم الفيديو يا ريت تضيفوا لايك يعني، وكومنتس لأي فيديوهات قادمة حابين تتابعوها. وشكرا.